سعيد بن المسيب كان يعبر المنامات، وتعبير المنامات يحتاج إلى دراسة قائمة وفقه كامل حتى تلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وليس هو عبارة عن تكهنات وخيالات، هو عبارة عن قواعد. تعبير الرؤى قواعد. أما ما نراه في هذا الزمان ممن يخرج في الفضائيات ويعبر ويخبر بالترهات والأكاذيب، فهذا يسيء إلى هذا العلم ويسيء إلى نفسه ويسيء إلى من يستمع له. فقبل فترة يا جماعة، قبل حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات، قال امرأة تتصل بأحد المعبرين فتقول له: إني رأيت في المنام أني أرضع القمر. شو شافت؟ أني أرضع القمر. فقال لها: أسألك بالله، هل رأيت حق؟ أسألك، سوالنا فيلم، أسألك بالله هل أنت صادق؟ أسألك، سوالنا يا فيلم يعني. وتقول: الله الله نعم. داري إيش مهزل وقامت. قال: نعم لقد خرج المهدي. يعني إذا رضعت القمر ظهري. وهي 8 سنين إلها القصة عود هسا. إذا بتسأل بقول لك مو ظاهر، يعني قصة سيظهر المهدي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتعبير الرؤى عبارة عن قواعد. وأكثر شيء يعين على معرفة قواعد الرؤى ما هو؟ مبحث النظائر. نعم، الأشباه والنظائر، وهو مبحث القياس في أصول الفقه. لك تكون دارس أصول فقه. فسيد بن المسيب جاءه رجل قال: رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات مرار. شو تأويلها؟ فكر شو ممكن تأولها. انتوا سامعين السؤال؟ ايش هو السؤال اصلا؟ السؤال شو فكر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وبدنا بنت علماء علماء. اذا انت وضعك صعب. رجل يسأل سعيد بن المسيب يقول: رأيت في المنام عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يبول في قبلة المسجد 4 مرات، فما هو التأويل؟ فقال له سعيد بن المسيب: إن كنت صادقا فقام فيه من صلبه 4، أي سيحكم هذا البلد 4 من أبنائه. وفعلا هذا ما حدث. قال: رأيت كأن أسناني سقطت. شخص آخر يسأل سعيد المسيب: كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. فقال: إن صدقت رؤياك. شو تأويلها؟ رح يموت. أحسن. فقال: دفنت أسنانك من أهل بيتك، يعني ستدفن أهل بيتك. إذا شفت أسنانك بتتخلع في المنام، لكن دير بالك هي مش قاعدة عامة. فقد جاء رجل إلى ابن سيرين، أما الكتاب المنتشر في الأسواق تفسير الأحلام لابن سيرين لا يثبت. ابن سيرين عنده تأويل معدود على الأصابع. جاء رجل إلى ابن سيرين وقال: إني رأيت في المنام أني أؤذن. قال: أبشر ستحج. وجاء آخر وقال: إني رأيت في المنام أني أؤذن. قال: إنك سارق. فتعجب الطلب، قالوا: أيها الشيخ. قال: أما الأول فرأيت فيه الصلاح، فتذكرت قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. وأما الثاني فرأيت في وجهه الطلاح، فتذكرت قول الله عز وجل: أيتها العير إنكم لسارقون.
فبالتالي هذا يختلف من شخص إلى آخر، وهذه ملكة فقهية. طيب شخص آخر قال عن ابن المسيب قال الكبل في النوم. إيش يعني الكبل؟ القيد، إنك تشوف حالك مقيد في النوم. قال ثبات في الدين، فمن رأى في المنام أنه مقيد فهذا ثبات في الدين.